قطع عمال بلدية طرابلس والميناء وفريق الإطفاء بمشاركة الاتحاد العمالي العام في الشمال الطرقات المؤدية إلى مصرف لبنان فرع طرابلس بالحجارة والإطارات، وذلك للمطالبة بتنفيذ القرار 161 القاضي بصرف رواتبهم على سعر الصيرفة. نحن هي عمليات النصب اللي عم تقوموا فيها بقصة صيرفة، في عمليات من الدولة نحن مالنا فيها، نحن بدنا معاشاتنا على اساس منصه صيرفه. يا ترى البلديات قادره تكفي بهذا الموضوع؟ مش قادره تكفي، لانه المراسيم اللي عم تطلع ببدل انتاجيه وبدل نقل بنزين والى اخره. رئيس الاتحاد العمالي العام في الشمال شاد السيد هاجم ووصف قرارات حاكم مصرف لبنان بحرمان العمال من رواتبهم بالجريمه. يوم توقيتنا هو توقيت الحرمان لموظفين عمال بلدية طرابلس وعمال بلدية الميناء والإطفائيين بطرابلس. هذا التوقيت نحن اخترناه وقلنا قبل بدنا نصعد نحن من قدام مصرف لبنان. العمال وصفوا الحال بأنه بات لا يطاق، فراتبهم اليومي تدنى إلى أقل من دولار.